الناس مرحبا بكم معايا مره اخرى في لاشين ديالي ليدي ياقوت. اليوم جيت لكم مي برودوي فيني سالالي با مال دو برودوي اللي غادي نهضر لكم عليهم وكنظن غادي نقسم لكم الفيديو على دو بارتي لانه في يعني خصني نهضر بزاف على هاد لي برودوي سالالي جو راشيتو با غادي نصفهم ونقادهم ونعاود نرجع لكم اتوت سويت. اول حاجه اللي فيه غادي ندير لكم بها هي هاد لا مارك هادي ديال كيف كتعرفوا كاينه واحد لا مارك اللي صيفطات لي لي برودوي ديالها باش نجربهم اللي هي لا مارك بي ام ستور. ففي الحقيقه بزاف ديال لي برودوي ديالهم جربتهم لي شامبو لي صيفطوا لي كلشي دو توت فاصون نخلي لكم في لو بوتي هنا الفوق الكولي اللي توصلت بها من عندهم كاع لي برودوي. فتقريبا كاع لي برودوي جربتهم مي ملي خباو لي خزنتهم عندي في الوالده ديالي صاحبتني ما بقيت بغيتهم ورماتهم لي. دونك كاع دوك لي برودوي تقريبا اللي في الفيديو ديال اللي غنخلي لكم في لو بوتي اي كي ولد غادي نجربتهم وغادي نهضر عليكم يعني كلهم صراحه. هاد لا مارك هادي بهراتني فسالالي هذا ديال غوماج ديال كوري فيزاج ديال بي ام نيت غزال لي في واحد الريحه غزاله فيه واحد يعني التكستور ديالو فنه رطبه يعني يعني سهله اللي كيف كتشوفوا يعني فريمون توب لي في وحمقاني كيعجبني يعني وافقت لي لابو ديالي يعني خلاتها رطبه صراحه. فكنعاود ناكد لكم انني غادي نعاود ناخذ هذا البرودوي هذا الكوماج هذا كور اي فيزاج غادي نعاود ناخذو من عند لا مارك بي ام ستور. وهاد الويل ديال هذا حتى هو سلالي كيف كتشوفوا الويل ديال نواه التمر حتى هو فادني بزاف سورتو في لابو ديالي يعني صراحه كان عندي واحد الاحمرار وكانت عندي واحد الحساسيه في الجلد ديالي اون فوا كنحط عليها هذا الويل هذا فريمون ما سيبقاش الاثار ديالها. دونك هاد لا مارك بي ام ستور لي برودوي ديالهم لي شامبوان تو يعني صراحه سي اون تري بيل مارك لي انا فريمون عجبتني بزاف غنبقى ناخذ من عندهم لي برودوي اكيد. فوالا فوالا حتى هاد الكوماج هذا ديال نواه التمر حتى هو كنصحكم انكم تجربوا ليه فيه. فوالا اذا غادي نمر للبرودوي المجي اللي سالا لي هو هاد الحليب ديال ناتور سيكريت ديال اللي كناخذو من عند الافارقه هو مزيان ليه فيه مي ما غنعاودش نشريه لانه لقيت ما احسن منه اللي هو كاروتون يعني داك لولي ديال كاروتون خديت وقتي وكان فيها الكلف ديال الحباله ففريمون ما بقاش الاثار ديال الكلف يعني ولات لابو ديالها غزاله بزاف. فهاد الناتور سكريت يعني اللولي ديالو اللولي كليرسيسون هو مزيان ماشي نقول لكم ماشي مزيان مي انا ما غنعاودش ناخذو صراحه لانه ما عجبنيش طرو 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 لقيت كاروتون احسن منه. فوالا ما حتى هو مزيان يعني اللي بالنسبه لي لابو ديالها ماشي مضروره بزاف وما في يعني ماشي قابطه فيها الشمس اولا عندها داك لي طاش برون فوالا اونتر غيمي لي طاش برون يعني قويين فعليها تقدر تستعمل غير هاد ناتور سكريت لانه ناتور سكريت باردون فريمون الى قليها. مي انا ما غاديش ناخذ كيف قلت غناخذ كاروتون. نبقى في لي برودوي افريكان دائما كاين هذا ديال اورونفات كريم يعني هاد الكريم هذا خديتو لي فيه البقع الداكنه انا كنصلي وعندي الاثار ديال الكحوليه يعني ولا كحل بزاف الركابي ديالي والبليص تحس في القدمان ديالي يعني واحد البلاصه حتى هي كنركع عليها يعني كنسجد عليها يعني كتولي تحتها هي مارون بزاف. فانا لي في لقيت عليها نتيجه باهره ولكن ما غنعرفش ناخذها واخا حتى هي لقيت عليها نتيجه جيده. هاد اورونفات ما غاديش نعاود ناخذو لان كيف قلت كاروتون هي احسن ما كاين في لي برودوي افريكان صراحه. لحد الساعه جربت كاع لي برودوي ديالهم فكاروتون كتبقى نمبر 1 بالنسبه لي انا. دونك ما نعاودش ناخذ هذا بيان سور. كاروتون عندهم حتى واحد الويل الويل حتى هو مبيض رائع كنجي من الحمام كنخلي واحد دو جوغ ولا غير واحد ان جوغ هكا كنخلي بما برد من الحراره ديال الحمام ولابو ديالي بردات شويه وكندير هاد الويل هذا كناخذ غير واحد شويه وكندهنو في البلايص اللي كيكونوا كحلين ولا كيكون يعني ولا مارون فونسي يعني كيوليو برون اكثر على باقي لو كور ديالي. دونك هاد الويل هذا ديال كاروتون كنصحكم تاخذوه ليه فيه جوست واو وكنخلطو انا حيت باسكو مجهد بزاف مجهد بالقياس كنخلطو مع الويل داموند
دوز يعني كنخلطوا شويه الجهد ديالو ديال لانه نديروا على قبل اللي عندهم لابو يعني الافارقه والافارقه معروف عندنا لابو ديالهم سوليد على ديالنا حنا وقاصح يعني تقدر تستعمل مي حنا كنبقاو مغاربه يعني لابو ديالنا شويه واخا اللي سمرين عندنا بزاف فرونسي اللون ديالهم حتى هما لابو ديالهم هاريه وماشي شي بولي سوليد وقويه وصحيحه دونك كتبقى لابو ديال المغاربه شويه ضعيفه مقارنه مع لابو ديال الافارقه دونك كنزيد عليها الويل داموندوز وكنخلط مزيان وكنبقى ندهن مره ملي نجي من الحمام واحد دو جو هكا وكندهن في البلايص اللي عندي نوار وماغون ولا اللي فيهم لي طاج برون فوالا فوالا دونك غدا غنعاود ناخذو سوغ سيغتان لي في ما فيهاش تخرشيج لانه توب يعني كاروتون فريمون تبقى توب فوالا غادي نمشي دابا لي في لواحد الكريم خديتو من فارمازي دكتور سيتونا هذا كريم كيرطب لا بو و سي اكليرسيسيان يعني كيرطبها و كي يفتحها ما غنعاودش ناخذو لان ما بانت لي حتى شي نتيجه نهائيا حتى الرطوبيه ما مرطبش لي وجهي دونك ما غاديش نعاود ناخذو نهائيا هذا كريم خديتو مع الصافون ديالو الصافون توب يعني صافون زوين بزاف مي الكريم فلوب فوالا ما غنعاودش ناخذو لان ما بانش لي فيه شي نتيجه نهائيا فوالا فوالا غادي نمشي دابا لواحد البرودوي سلالي اللي هو هاد اود كولون ديال نكتار اوف ناتور سلالي مي غادي نحتفظ بالبوتي لانها ديال الزاج وزوينه الريحه ديالو غزال هاد الكولون دو اود كولون باردون ديال هاد نكتار اوف ناتور ريحه غزاله بزاف ونفعني بزاف سورتو في الصيف و فوالا غير شويه منو تيكفي لان دات لي مده طويله تقريبا واحد 2 اون عندي هاد البوتي هادي يعني غير شويه منو كافي صراحه وانا نقدر نعاود ناخذها من بعد نقدر نعاود ناخذ هاد اوت كولون ديال نكتار اوف ناتور اللي خديته من كارفور فوالا فوالا نبقى في فارمازي لي في خديت هاد الشامبو ديال ماكاداميا وهاد الكريم ديالو الماسك باردون ديالو زوين بزاف لي في هضرت لكم عليه في روتين ديالي كابيلار وغزال هاد الماسك ديال ماكاداميا وديال الشامبو ديالو غادي نعاود ناخذهم سيغ سيغتان لانهم موافقوا لي شعري بيان سور وزوين بزاف صراحه زوين عجبني وديجا درت لكم في روتين ما روتين كابيلار دونك تقدروا تمشيو مي فيديو اللي قبل منو تشوفوا شنو قلت عليهم اكزاكتومون داكشي اللي قلت عليهم راهم فريمون صحيح صراحه غنعاود ناخد هاد الشامبو والماسك ديال ماكاداميا دو شي فارمازي فوالا فوالا غنبقى لي في مع باردون غادي نهضر لكم على واحد اونتي سولير اللي كنتو كثيرات اللي كطلبوا مني شي اونتي سولير اللي فريمون مزيان حتى هذا ديال اس في ار اونتي سولير فريمون توب مزيان فيه غير 50 ولكن اس بي اف 50 مي مزيان صراحه وافقني هاد حمالي لابو ديالي من الحراره ولا من الشمس يعني في هاد الصيف اللي فات فريمون توب وعجبني بزاف وغنعاود ناخذو يمكن شي مره مي انا دابا حاليا كنستعمل ديال بيوديرما اللي هو جوست واو جوست توب ومده طويله وانا كنستعملو اذا ما كنظنش انني غادي نرجع ليه تري فيت هاد اس في ار مي اون سي جامي شي نهار نعاود نرجع ليه لي في مي نحسبو توب لي في وغادي نعاود ناخدو مره اخرى ان شاء الله غادي نبقى مع اوريفلام هاد المره غادي ندوز لاوريفلام باردون ما غاديش نبقى غادي ندوز لاوريفلام كاين هاد الكريم هذا ديال لي بي هاد الكريم هذا ديال لي بي ديال فيت اب اللي ديجا هضرت لكم عليه وكان من لي برودوي ديالي انديسبونسابل اللي ضروري خصهم يكونوا عندي في الدار فريمون توب هاد الكريم هذا رجليا رجلو باردون رجليا رجعوا رطبين وما بقاش فيهم ديك الحروشي اللي كتكون في القدام وفريمون رطابو بزاف ولاو حتى الدم ولا تيبان منهم يعني تيبان من لابو ديال الرجلية بيان سور فريمون مزيان بزاف كنصحكم انكم تجربوا لي في مي مؤخرا رجعت باش ناخذو ما لقيتوش في الكاتالوج ديالهم وما عرفتش واش غادي يرجعوا لي مو بروشون ولا لا ما عرفتش اوكين ايدي غادي نعاود نقلب عليه اكيد غنسول عليه وناخذو لانه فريمون طوب وغادي نعاود ناخذو اكيد غادي نمشي لي في الجيل باردون الكوماج
والغسول يعني ديال ديرمو فيفا سلاولي هادو اللي حتى هما اللي في من لي برودوي انديسبونسابل عندي. كتعرفوني انايا مع الكوماج يعني انا مهووسه بهاد لي برودوي ضروري خصهم يكون عندي في الدار ضروري سواء ديال ديرمو فيفا اولا ديال اوريفلام ولا ديال دوطخ مارك ضروري خص يكون عندي هاد لي دو برودوي كوماج والغسول باش كنغسل وجهي. دونك هاد ديرمو فيفا سيغ سيغتان غنعاود ناخدو لانه واو توب وكينظف وجهي مزيان كيحيد لي لا بوماغد يعني كذلك هو سوا غادي ناخدو ونعاود ناخدو سيغ سيغتان. وحتى هادو ديال اوريفلام هذا لي في ديال تونيك باش كنمسح وجهي باش يبقى مرتاح وبقى ما غنعاودش ناخدو صراحة مي هو مزيان باش منقولشكم راه خايب انا ما بغيتش نعاود نستعمل هذا النوع ديال لي برودوي لانه من بعد نشكي نشف لي وجهي فوالا. دونك ما غنعاودش ناخذ هاد التونيك هذا ديال بيور سكان ديال اوريفلام غنحسبو ما غنحسبوش فروك مي ما غنعاودش ناخذو فوالا. مي الكوماج ديال بيور سكان ديال اوريفلام لي فيس سيغ سيغتان غنعاود ناخذو وغنعاود ناخذو غاد الايام هذه ان شاء الله الا كان في الكاتالوج باسكو مره كيديروا دي برودوي كتاخذيهم هذا لو هذا مره كتلقيهم مره ما تتلقيهمش. دونك فوالا فوالا اذا غادي نعاود ناخذ هذا الكوماج هذا ديال بيور سكان ديال اوري فلام. البرودوي اللي الماجين هو هذا ديال كولغيت بامبوش. هذا البامبوش ديال كولغيت خديته من اسيما جو كخوا موجود في اسيما موجود في كارفور موجود في بيم موجود في اي بلاصه. هذا اللي فيه 250 مليلتر توب وغنعاود ناخذو اكيد لانه شي حاجه فريمون توب وغنعاود ناخذو سلالي فوالا فوالا. ما عاد ما نقول ليه هو انه فريمون تينظف يعني كيخلي واحد النكهه زوينه في الفم واحد الريحه وكيخلي الفم ديالك يعني كاع ديك البقايا اللي كتبقى من بعد اللي ما كتغسلي فمك بالبروس والمعجون ديالك فريمون كتبقى واحد شي حوايج اكيد كتبقى شي حاجه فهذا كيغسل كلشي كيشل كلشي الفم ديالك من البقايا وفريمون كيخلي واحد الريحه طوب. دونك غادي نعاود ناخذ البرودوي الماجي هو هذا ديال فيكتوريا سيكريت لي سلالي فيه واحد الريحه واو كتسكر. انا بعدا ملي كندير هاد الميكس كنغسل بهاد البرودوي هذا كنغسل بيه يعني فريمون كنت كنبقى في عالم اخر ما كنبغيش نخرج من الحمام فريمون توب واحد الريحه انكرويابل وحتى حتى التكستور ديال البرودوي فريمون كاليتي. حنا كنعرفوا فيكتوريا سيكريت لي برودوي ديالها فريمون غنيه عن التعريف يعني غيان ندير صراحه في لي برودوي فيكتوريا سيكريت اكيد غنبقى دائما وفيه لهاد لا ماركه اللي كتعجبني بزاف وغادي ناخذ منها اكيد وغنعاود ناخذ من عندها كاع لي برودوي اللي ديجا جربت ديولا سوا لي بروم دو كور سوا لي جيل دوز سوا لي البور دو كور فوالا حتى هما غادي نعاود ناخذ من عندها تقريبا كاع لي برودوي ديالها ما كاينش شي حاجه فلوب فوالا فوالا. هذا الجزء الاول نطلق معكم مع الجزء الثاني او لا بارتي 2 ديال مي برودوي فاني برودوي فيني جو راشيت او با ا توت ا لور.